الفلاحين وبالخصوص مربي الجمال. إذن الأمراض الطفيلية وأكثر انتشار وتسبب في خسائر معتبرة وكبيرة على الجمال. إذن باش نتفاداو هذه الخسائر اليوم نقدر نتكلموا على مجموعة من الأمراض اللي تصيب الجمال. مثلا نذكر على سبيل المثال الجرب اللي هي لاكال، القراد اللي هي اللي هما ليتيك، وكذلك لاتين اللي هي العتة، يعني الجمل يفقد نوعا ما الوبر ديالو، وكذلك الفيترياز، مرض الفيترياز. واليوم بالتحديد خيرنا اننا نتكلموا على مرض طفيلي اكثر انتشار واكثر خطر اللي هو مرض الجرب. عندنا في الجرب نوعين، عندنا الساركوبتيك والكوريوبتيك. النوع الاول اللي هو الساركوبتيك راح يحكم الجمل في الرقبه والراس وكذلك الكتاف، يعني الجهه العلويه تاع الجسم تاع الجمل. اما الكوريوبتيك راح يحكم الديل وكذلك الاطراف. كيفاش يجي هذا المرض؟ الانثى المسؤوله على هذا المرض تتوضع على جلد الجمال وتحفر نفق وتوضع البيوض ديالها. كيفاش تظهر الاول الاعراض؟ حتظهر ما بين لانه الحلقه او الدوره تاع هذا البيوض راح تكون من 4 إلى 5 أسابيع، وتظهر اول الاعراض عن طريق حكه شديده حتى تبدا الجمال يعني تحك روحها على الجذع تاع الاشجار، وبالتالي يطير الوبر ديالها. وباش نحافظوا على جمال الجمال ديالنا ولا الصوره، لانه هذا المرض يشوه الصوره تاع الجمال، باش نحافظوا على الجمال تاع الجمال ديالنا نشوفوا الاحتياطات اللي لازم ناخذوها مع زميلي عبد الله. حاوتنا المربين باش تبرى الابل تاعكم والجمال تاعكم وتعاود تولي بصحتها وتسترجع القوه تاعها، ثاني تسترجع الجمال تاعها، لابد الحاجه الاولى نقضيو على كامل الطفيليات، وايضا لازم نداويو الاصابات والبلايس اللي راهي مضروره فيها. وعلى هذا لابد الحاجه الاولى نعزلوا كامل الابل اللي راهي مصابه ونعرضوها للاشعه تاع الشمس لمده تاع سمنتين. الحاجه الثانيه لازم ننقيو ولازم نطهروا مليح الاماكن وين تاكل وين تشرب وين تبات بالمحلول تاع الفينول واللي يكون التركيز تاعو بين 5 و10%. الحاجه الثالثه اللي نوصيكم بها خاوتنا المربين هي انه تقصوا مليح الشعر ولا الوبر اذا صح القول، ونقوا الاصابات مليح ونغسلوهم بالصابون، وكذلك نشفوهم ونضمدوهم بالمبيد، وهذا 3 مرات بمعدل تاع مره في الاسبوع. وهذه الطريقه هي اللي تعتبر سهله، ولا ايضا يمكن العلاج بمحلول اباز دافيرميكتين ولا يكون متكون من الافيرميكتين. خاوتنا مربي الابل، ثروتكم الحيوانية تسحق تأمين إضافي، وعلى هذا ننصحكم باش تتقلبوا من الشبكة التجارية تاعنا المنتشرة على كامل ربع الوطن من أجل اقتناء عقد تأمين هلاك الجمال. يعطيك الصحة عبد الله على كل هذه التوضيحات، تهلاو في روحكم، ما بقينا غير نقول لكم تلاقاو إن شاء الله في العدد المقبل، وحقكم أمانة. النشرة الفلاحية برعاية الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، حقكم أمانة.